نيجيريا. البلد اللي بيضم جالية من أكبر جاليات اللبنانية بالعالم، رح نتعرف على أبرز الشخصيات اللبنانية بهالبلد. أنا بحب لبنان. أنا متعلق بلبنان، هاي المشكلة، عشان هيك بتحكي عن قهر. أنا حبيت مرتي لا أكثر ولا أقل، وهي حبتني يعني. كيف عايشين؟ بحنوا لبلدهم الأم؟ اغتراب عمره أكثر من 4 أجيال. كيف طوروا أشغالهم؟ وهل في أمل بالعودة؟ اترقبوا معنا تقارير يومية عن مغتربين لبنانيين بنيجيريا.